بالطبع هذا لم يحدث من تلقاء نفسه. حزب العمال الكردستاني الذي تبنى الإنسانية منذ اللحظة الأولى اتخذ قرارين مهمين، أي أن الشعب الكردي سيكون له هوية حرة ومشرفة. احنا مجلس المرأة العربية اليوم قمنا بهذا الاعتصام من اجل القائد عبد الله اوجلان، وهذا الاعتصام بدا عندنا من اليوم الى باكر، ونتمنى من جميع النساء العربيات والازيديات، عندنا مسيرة 15 شهر، أن نتمنى منهم المشاركة بهذا اليوم، وهذا اليوم عظيم لنا. وكنا مع القائد عبد الله أوجلان، عاش القائد عبد الله أوجلان. 15 شباط هذا يوم الأسود على الدول العربية والأجنبية كامل، وبالنسبة لنا احنا يا نساء العرب هذا اليوم يوم أسود، يوم أسود علينا. بالنسبة إن نظل نجاهد ونظل نسوي إلا نخلي سبيل القائد. اليوم إحنا معتصمين يومين مشان القائد عبد الله أوجلان، ونستنكر ب15 شباط نعمل مسيرة مشان القائد عبد الله أوجلان، طالب بحرية القائد عبد الله أوجلان، مفك أسره، لأن حريتنا من حرية القائد عبد الله أوجلان. والقائد أساسا يعني هو محرر فكريا، بس تحرير جسديا إحنا نريد، طالب بفك أسره تحرير جسديا. بعثنا هذا هو قدوتنا، هو تحريرنا، هو فكرنا، هو حياتنا، مستقبلنا. احنا نطالب يعني بكل المجتمعات العربي والإزيدي بشكل عام، نطالب بفك أسر القائد. نستنكر المؤامرة الدولية مشان القائد عبد الله أوجلان. شقد يعني ما نحاول نقدر، يعني لازم نفك أسر القائد عبد الله أوجلان. اليوم معتصمين على مود القائد عبد الله أوجلان، واحنا هذا الاعتصام نتشرف به كنا احنا كنساء عربيات. احنا لما القائد تأثر، هو ما تأثر بس هو وحده، احنا تأثرنا كنا معه، تأثرنا عقليا وتأثرنا فكريا، يعني من وراء القائد، لان القائد هو انطانا الحريه الكافيه وانطانا الصلاحيه وانطانا يعني قمنا نعرف كنا ما نعرفه. واحنا نداعي هالساعه وبعد الدول العربيه كلها باخراج القائد عبد الله جلال من السجن واخلاء سبيله، لانه حق يمشي على الحق. واحنا كنساء هو انطانا يعني الفكر وانطانا العقل وانطانا كل شيء، واحنا نبقى باقين مع القائد وندافع لحد النفس باخراج القائد من السجن. واحنا يعني متشرف بهذا الشيء، واحنا وين ما اروح لو يعني كل الدنيا تشوف احنا ما ندير بال، لان احنا القائد هذا هو يعني علمنا على الزين وعلمنا على الصدق وعلمنا على الامان وعلمنا على كل شيء. والله فكر القائد عبد الله جلال، واحنا كنساء عربيات نداعي باخراج القائد عبد الله جلال من السجن، كنا كنساء وكرجال عرب وزيدية ويعني بس الأعداء ما يدعون معنا. بالطبع هذا لم يحدث من تلقاء نفسه. حزب العمال الكردستاني الذي تبنى الإنسانية منذ اللحظة الأولى اتخذ قرارين مهمين، أي أن الشعب الكردي سيكون له هوية حرة ومشرفة أو سيحكم عليه بالفناء. وفي خضم العديد من المصاعب، كان الطريق الذي اختاره حزب العمال الكردستاني هو خلق الإنسان الكردي الحر. جعل هذا القرار لكل من آمن وقعة الشعب المظلوم بالحياة، وجعل القوى العالمية المهيمنة في حالة من الخوف والهلع. هكذا بدأت الحركة بقيادة عبد الله أوجلان رحلتها صوب الحرية. وبقرار العودة إلى كردستان أصبح على الفور هدفاً لهجمات ظالمة.